في ظل اتساع يعني ربما العمليات الإسرائيلية البرية وقتل المدنيين يكون حسب التحليلات ضمن ضغوط سياسية مع سير مسار المفاوضات مجددا وعودة اللقاءات والحوارات فيما يتعلق بملف وقف إطلاق النار ضمن إطار ربما بايدن الذي تحدث عنه مؤخرا. اليوم نتحدث عن تأملات المواطنين هنا بربما حل قريب قد ينهي هذه المعاناة التي خلفت آلاف الشهداء والجرحى. نتحدث عن واقع صعب جدا من الجانب الإنساني وانهيار كامل للمنظومة المعيشية في ظل واقع صعب فرضه الحرب على قطاع غزة، فضلا عن وجود أوبئة وأمراض، هذا من جانب. من جانب آخر تراكم الإصابات، تلوث المياه، كل هذه الأمور مجتمعة اليوم بالتأكيد أدت إلى انهيار الواقع المعيشي وسوداوية المشهد. اليوم مع انهيار المفاوضات السابقة وجولات المفاوضات السابقة، اليوم هناك تأمل كبير في سير المفاوضات الحالي مع بعض التفاؤل، لكن هناك خشية من انهيارها كما الجولات السابقة وكما التجارب السابقة.